يوم جديد من بلو سنتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم المواضيع في الساحة الرياضية السعودية أخذكم بها أنا وزميلي هاني حجازي. أهلا هاني. يا هلا تركي، مساك الله بالخير ونمسي بالخير بالتأكيد على المشاهدين الكرام. دائما كما تعودتم البداية في بلو سنتر بالعناوين. الصحف المحلية والعربية تحتفي بإنجاز الأهلي الذي تحقق بعد 32 عاما. مصادر برو سنتر تفيد بانتقال لاعب شرقاوي للغربية. أبطال دوري جميل يحتفلون وفي برو سنتر نشاركهم هذه الاحتفالات. جروس مدرب صبر وثابر وحقق الأحلام. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. بالتاكيد تركي، هذه العناوين. برو سنتر اليوم يمكن الصبغه خضراء اهلاويه لبطل دوري عبد اللطيف جميل، يستحق في ان نتحدث عن مطولا، يستحق في ان نتحدث عن المدرب، نتحدث عن اللاعبين، نتحدث حتى عن الاداره. بالتاكيد انجاز بعد 32 عام يعتبر انجاز، ليس انجاز سهل. اتى بالتاكيد بتكاتف جميع رجال الاهلي، اتى بإدارة عملت ووضعت هدف مهم بالنسبة لها، وأيضا وفقوا في مدرب أجاد قراءة كثير من الأمور الفنية في دوري عبد اللطيف جميل. صحيح هاني والمشاهدين الكرام، اليوم حنحتفل مع الأهلاويين ويستهلون، وألف مبروك لكل الأهلاويين مرة ثانية وثالثة ورابعة. تستحقون تحقيق بطولة الدوري. الفريق الأهلاوي ما اشتغل على بطولة الدوري فقط هذا الموسم، الفريق الأهلاوي تقريبا من 5 سنوات مضت وهو يعمل على تحقيق بطولة الدوري. وما يعني ذلك أنه الفريق الأهلاوي ابتعد عن البطولة، لا بالعكس، الفريق الأهلاوي كان قريب من حقق كأس ولي العهد، وأيضا حقق كأس الملك، وحقق وأيضا شارك في البطولات الآسيوية، ووصل في يوم من الأيام إلى نهائي البطولة الآسيوية، لكن الله ما كتب. لكن بعد هذا العمل الكبير هاني والمشاهدين الكرام، استطاع الأهلي ترويض بطولة الدوري وبالتالي تحقيق هذه البطولة الأغلى على الأهلاويين، مع أنه بطولة الدوري ما كان الأهلي بعيد عنها في الفترات الماضية، بالعكس كان يعني قاب قوسين أو أدنى من تحقيق هالبطولة في فترات مضت، لكن غالبا نقول سوء الحظ في فترات مضت ما استطاع الأهلي من خلال تحقيق بطولة الدوري. احنا اليوم مع الأهلي حلقة كاملة مختصة بالفريق الأهلاوي، حنحكي عن عمل جروس، عن فترات مضت، حنحكي عن أرقام قياسية حققها الأهلي بعد ما أنه والله ما انهزم في أكثر من عام ونصف تقريبا. الفريق الأهلاوي ما خسر، حتى توقف عن كسب النقاط في مواجهة نجران اللي انتصر فيها نجران على الفريق الأهلاوي في الجزء الثاني من بطولة الدوري هذا الموسم. لكن هذا الأمر لم يثني الأهلاويين من تحقيق بطولة الدوري، وبالتالي صبر الأهلاويين وصبروا على السيد جروس رغم أنهم كانوا يطالبون في فترات ماضية بإقالة هذا المدرب. المدرب أيضا عمل على نفسه، وحنخصص وقت مخصص وكافي بإذن الله للسيد جروس، نحكي عنه وعن أرقامه وطريقته وكيف إن استطاع ترويض هذه البطولة لصالح البنك الأهلاوي من الكؤوس. نبدأ بالتتويج والحديث عن الصحافة العربية هاني، وأيضا الصحافة العربية والعالمية تحدثت عن تحقيق الفريق الأهلاوي لبطولة الدوري. خلينا نبدأ بأبرز الأخبار بالمحلية، أبرز الأخبار المحلية التي تحدثوا فيها عن تحقيق الأهلي لبطولة الدوري. خلينا نشوف. طبعا بالصور سيلفي لاعب الاهلي داخل غرفه الملابس بعد تحقيقهم لبطوله الدوري وبعد التتويج بالامس، وهذه الصور لعدد من اللاعبي الاهلي، مهند عسيري، عمر السومه. احتفاليه كبيره كانت في ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه بجده، سواء على ارضيه الملعب او حتى داخل غرفه الملابس. تركي، يمكن الجميل انه هذه الصور جالسه تظهر في الصحف ايضا من خلال سنابات اللاعبين. هذه صحيفة الوفد المصرية أيضا تناولت خبر التتويج التاريخي للنادي الأهلي، وأظهرت صورة من تتويج أهلي جدة
باللقب وذكرت كثير من المعلومات حول هذا اللقب المهم والإنجاز الكبير بالنسبة للفريق الأهلاوي، العودة لبطولة الدوري. ويمكن موجود في الخبر أيضا أن عدد من الجنود في الجيش السعودي سلموا كأس البطولة بطريقة جديدة ربما على الكرة السعودية، ظهرت بطريقة أيضا جميلة تركيا. أيضا هذه صحيفة مصرية الآن تعرض على الشاشة وتحدثت عن إنجاز الأهلي وعن طريقة تتويج فريق الأهلي، أنه بعد نهاية المباراة تحدثوا أيضا عن مواجهة الأهلي بالفتح وأنه كسب المباراة الأخيرة بالنسبة للفريق الأهلاوي أمام الفريق الفتح، والأهلي السعودي يحصل على 39 مليون ريال بعد التتويج بالدوري. جميل. أيضا تركي هذه صحيفة روسيا اليوم ذكرت أيضا عن هذا الخبر وذكرت بالتحديد بأن النجم السوري عمر السومة قاد النادي الأهلي للوصول لهذا الإنجاز المهم، وأيضا أظهرت كثير من مقاطع الفيديو طبعا من خلال موقع بي سي برو سبورت، هي من خلال أهداف عمر السومة وأيضا تشكيلة الأهلي في مواجهة الفتح التي توج فيها الأهلي بطل الدوري عبد اللطيف جميل في الجولة الأخيرة من الدوري عبد اللطيف جميل. ويمكن تركي الجميل يعني كل هذه الأخبار أيضا هذه الصحيفة صحيفة الوسط البحرينية أيضا تركيا أيضا مثل هذه الأخبار تناولتها، وأعلنت أيضا عن موقع مكانيا الذي حققت فيه الجماهير الأهلاوية 18 ساعة تقريبا وانتهت ساعة الملعب كاملة ب60,000 متفرج. صحيح، وانت مثل ما قلت هاني انه صحيفة الوسط ايضا البحرينية لما تحدثت عن انجاز الاهلي، وقبلها صحف كثيرة تحدثت ايضا عن التشكيلة اللي حققت بطولة الدوري للاهلي، تحدثوا عن لاعبين اساسيين، تحدثوا عن لاعبين احتياط شاركوا الفريق الاهلي. كل هذه الاسماء اللي كانت في تشكيلة الاهلي سواء الاساسيين او الاحتياطيين بينما والله الاهلي ما في لاعب احتياط، يعني الفريق اللي في الصف الثاني هو الفريق في الصف الاول، لكن طريقة مدرب تعتمد على اسماء معينة داخل ارضية الملعب، وبالتالي كل اللاعبين شاركوا الان القائمة الموجودة في الفريق الاهلاوي كلها شاركت في تحقيق المنجز الحلم للاهلاوي وايضا لكل الفرق اللي تبحث عن تحقيق بطولة الدوري. كثير من الفرق تسعى انها تحقق هالبطولة الاصعب في المسابقات، مسابقات كرة القدم السعودية. خلينا نشوف برضو صحف عربية ومحلية وأيضا عالمية تحدث عن إنجاز الأهلاوي. صحيفة الوطن تحدثت تتويج الأهلي بلقب الدوري واستعرضت صور للرمز الأهلاوي صاحب السمو الملكية الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز الذي تجير كل هذه الإنجازات وكل هذه الأفراح لهذا الرمز الأهلاوي العاشق الأمير خالد بن عبد الله، وهو يستحق بلا شك كل هذه الأفراح وكل هذا الوفاء من الجماهير الأهلاوية. الأمير خالد بن عبد الله تواجد في مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، يستحق الفرح بلا شك أبو فيصل. أيضا من ضمن الصحف المحلية والخليجية تحدث عن تتويج الأهلي واستعرضت صور لرمز الأمير خالد بن عبد الله وأيضا للرئيس الأستاذ مساعد الزوهري الرئيس الذي سعى لتحقيق بطولة الدوري مع كتيبة جروس الفنية واستطاع أن يحقق هذه البطولة الغالية كثيرا على الفريق الأهلاوي. الجماهير الأهلاوية تستحق هاني هذا الفرح الكبير بلا شك. بالتأكيد تركي، ويمكن يعني ظهر في هذا الخبر صورة وسام التميز حقيقة الذي يحسب لإدارة مساعد الزوهري والذي قدموه للرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله، هذا الوسام الذي توج به ليلة التتويج ببطولة الدوري عبد اللطيف جميل. بالتأكيد وسام فريد من نوعه، وسام تستحدث الإدارة الأهلاوية وتمنحه الشخص الذي يستحق التميز بالتأكيد في الجانب الأهلاوي. أيضا الصحف تناولت خبر بطولة الدوري، صحيفة اليوم السعودية قالت التفاحي في أسعد أيام أفراحي. طبعا هذا العناوين يعني بالتأكيد لها صبغة خاصة أيضا، وذكرت بالتأكيد هذه الأفراح الأهلاوية. أيضا كثير من الصحف التي تناولت هذه الأخبار، حتى الرياض أيضا تحدثت عن تتويج الأهلي، الأهلي يتوج بطل الدوري جميل وسط أجواء احتفائية واحتفالية كبيرة واستعرضت كل أفراح اللاعبين في منصة التتويج. أيضا من ضمن الصحف اللي موجودة معنا بعد صحيفة الرياض صحف خليجية وصحيفة الفجر تحدثت عن إنجاز الأهلاوي وتحدثت عن عمر السومة وعبد الشافي المحترفين في صفوف الفريق الأهلاوي، كانوا علامة فارقة بلا شك
المصري عبد الشافي وايضا السوري السومه. شوف برضو من الصحف نستعرض عده صحف، نحرص ان نكون في الحدث الصحفي. نتحدث عن ايضا البيان الاماراتيه، تحدثت عن تتويج الاهلي وانه الاهلي هو عريس الدوري السعودي. هذه كانت من صحيفة البيان الإماراتية. أيضا تركيا صحيفة بلدك نيوز أيضا أظهرت الأهلي بطل الدوري في هذه الصورة من مراسم احتفال جماهير الأهلي بهذه البطولة المهمة، وذكرت كثير من التفاصيل حول هذا اللقب المهم بالنسبة للجماهير الأهلاوية في بطولة دوري عبد اللطيف جميل هذا الموسم. أيضا الصحيفة تذكر تتويج الأهلي السعودي بطلا لدوري عبد اللطيف جميل، هذه الصحيفة الخليجية بالتأكيد التي تتناول هذا الخبر بكامل التفاصيل أيضا. وهذا كله تركي يدل على اهتمام كل الصحف ب الفريق الأهلاوي وهذا الإنجاز. صحيح، وكلام اليوم برضو الصحيفة المصرية اسمها كلام اليوم علقت على تتويج الأهلي بتحقيق بطولة الدوري، تتويج الأهلي السعودي بدوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. كمان نشوف برضو من الصحف المملكة الإخبارية الحديث أيضا عن صحف ورقية وصحف إلكترونية تحدثت عن هذا المنجز الأهلاوي الكبير. من ضمن الصحف أيضا اليوم السابع المصرية، أحد أشهر الصحف في الوطن العربي، تحدثت هذه عشان شيفو عاد شيفو يستاهل وأول صورة موجودة في تتويج احتفالية عبد الشافي ببطولة الدوري. آخر صحيفة معنا اليوم تحدثت عن المنجز الأهلاوي نيوز بي تي، الصحيفة الإلكترونية تحدثت وبالصور هذه الأفراح الأهلاوية وتتويج الأهلي لبطولة الدوري. طيب، هذه بالنسبة لكل الصحف التي تحدثت عن المنجز الأهلاوي وتحقيق الأهلي لبطولة الدوري، الحديث عن الصحف الإلكترونية وحديث عن صحف ورقية. بلا شك أنه الأهلي فريق كبير يسعى لتحقيق حلم كبير هو بطولة الدوري، واستطاع تحقيق بطولة الدوري. كل هذه الإنجازات تجير للرمز الأمير خالد بن عبد الله ولمجلس إدارة الفريق الأهلاوي وكل الجماهير العاشقة المحبة للفريق الأهلاوي. صبرت على فريقها لتحقيق بطولة الدوري وجاهم ما تمنوا. خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل. أهلا بكم مرة أخرى في برو سنتر. الجولة الأخيرة من دوري عبد اللطيف جميل لعبت وفيها كثير من الأرقام، تميز فيها كثير من اللاعبون، وأيضا شهدت وداع فريق نادي نجران لدوري عبد اللطيف جميل والذي رافق فريق نادي هجر. على مستوى المقدمة دوري عبد اللطيف جميل كان البطل الفريق الأهلاوي، وهو بالتأكيد المهم هذا الموسم. أرقام كثيرة تركي في هذه صحيح. الجولة حضرت وتميز كثير من اللاعبون. صحيح، أنت قبل شوي تطرقت لموضوع نجران. بصراحة من الأشياء الحزينة والمؤلمة في هالبطولة هو مغادرة فريق نجران بعد أن صمد 9 سنوات على مستوى بطولة الدوري. نجران، فريق نجران الكلام والله كثير، لكن أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا على وفائكم، شكرا على كل ما قدمتموه أنتم خلال 9 سنوات مضت، شكرا على السنة الأخيرة اللي تواجدتوا فيها في جدة لمنافسة كل الفرق التي تأتي من عقر دارها. الله يوفقكم إن شاء الله في قادم الأيام. أنا شخصيا حزين لمغادرة نجران لبطولة الدوري. الكرت أوكي مقلوب، أنت تقولي كده أوكي مقلوب. طيب، إحنا مستمرين طبعا في هذا الجزء علشان أكد على معلومة، فقط الحديث عن الجولة 26. يعني الآن لما نستعرض أرقام حراس المرمى والمدافعين وخط المنتصف والهجوم فقط في الجولة 26، بعد كده حنكمل مع الفريق الأهلاوي، عندنا اليوم كليبات وتقارير وأشياء غير للفريق الأهلاوي. خلينا نشوف أول شيء، نبدأ في حراسة المرمى ونشوف أبرز الحراس اللي كانوا في الجولة 26. هاني معك. أفضل 3 حراس مرمى تصدي للكرة في الجولة 26، ضيفنا أمس في الاستوديو التحليلي الكابتن وليد عبد الله ب7 تصديات للفريق الشبابي. بعد ذلك سامي فضة ربما الذي يلعب ثاني مواجهة له في دوري عبد اللطيف جميل فقط
في حراسة مرمى الفريق الوحداوي، تصدى 6 تصديات في المرتبة الثانية. بعد ذلك عساف القرني المتميز هذا الموسم لاعب فريق الاتحاد ب5 تصديات في هذه الجولة. تركي أيضا على مستوى افتكاك الكرة تميز أيضا 3 لاعبين هم علي البليهي من نادي الفتح ب7 كرات افتكها بشكل مباشر. ممتاز بالتأكيد. بعد ذلك سلطان اليامي لاعب فريق نادي الرائد الذي سيلعب الملحق مع فريق نادي الباطن من دوري الدرجة الأولى لتحديد الباقي أو الصاعد لدوري عبد اللطيف جميل ب6 كرات. بعد ذلك علي الخيبري أيضا في نادي نجران ب6 كرات. طيب خلونا برضو نستعرض أبرز الأرقام ومن خلالها قطع الكرة بالنسبة للمدافعين وأيضا حتى مناطق المناورة. نتحدث عن عبد الرحمن الخيبري لاعب فريق الشباب ب12 مرة، سلمان هزازي 10 مرات، ودريانو ألبس ب8 مرات. أرقام نجران في هذا في هذه الجولة تحضر بأسماء لاعبيها سواء المحليين أو حتى المحترفين. هاني محترفين نجران تركي يمكن أمس لو شفت يعني كانوا يبكوا يعني وهم ممكن من الدور الثاني. صحيح بالتأكيد يعني محترفين نجران متميزين على مستوى الأداء الفني وأيضا على المستوى الروح اللي كانت موجودة في الفريق وهذا ظهر أمس يعني. صحيح من خلال تواجد. طيب خلينا نشوف كمان أسماء وأرقام. حدث عن أفضل 3 لاعبين نجاحا في الكرات الهوائية اللي هي الأوفرات العرضيات. محمد بن يطو ب6 مرات كانت في الجولة 26 والأخيرة من دوري عبد اللطيف جميل. جهاد الباعور ب5 عرضيات ناجحة. عبد الله أو هوائيات ناجحة عفوا. عبد الله شمري لاعب فريق التعاون ب4 مرات، تقريبا فارق هدف هدفين بين 3 المميزين. هذه الأرقام تأتينا من أوبتا. نشوف كمان أسماء وأرقام وأفضل لاعبين في الجولة الأخيرة. هاني افضل 3 لاعبين تركي تمريرا للكره في الجوله عبد الله عطيف. شوف المفارقه انه كلهم لاعبين هلاليين في البدايه، عبد الله عطيف ومحمد القرني وديغاو بمستوى جدا عالي، 89 لعبد الله عطيف، 66 لمحمد القرني و65 لديغاو. بالتاكيد هذا يعني دليل على كان هناك تركيز في ارضيه الملعب، ويمكن الهلال لما خرج من الضغوطات بدا يلعب يعني بشكل صحيح افضل. ايضا تركي أفضل 3 لاعبين صنعوا فرص في هذه الجولة. طلال مجرشي من نادي الخليج ب8 كرات صنعها بشكل متميز، ومهند فارسي لاعب نادي الوحدة ب6 كرات، وبعد ذلك سام مارتن في الفريق الاتحادي ب5 كرات. طيب خلينا نشوف أفضل تمريرات في الثلث الأخير كانت في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري. يحيى الشهري من النصر ب23 تمريرة ناجحة في الثلث الأخير، ونتحدث عن سلطان السوادي من الرائد ب22 تمريرة ناجحة. عبد الله عطيف من الهلال ب21 تمريرة بتصدر يحيى الشهري لاعب فريق النصر اللي ظهر في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري بشكل مميز. هاني وأيضا المشاهدين الكرام خلينا نشوف أيضا الكرات العرضية في الجولة الأخيرة. طلال مجرشي لاعب مميز جدا، قدم مستويات كبيرة مع الخليج هذا الموسم. نتحدث عن فيصل درويش اللي يغيب لكن لما يحضر لابد أن يحضر بتميز ويحضر بأرقام مميزة جدا لاعب فريق الهلال. نتحدث عن تنفيذه للكرات العرضية بشكل دقيق ومميز جدا بمرتين في مباراة الأخيرة أمام الفيصلي. فهد غازي لاعب أيضا فريق الهلال حضر مرتين بالتساوي مع فيصل درويش. ويمكن تركي شوف فهد غازي اليوم متواجد في أفضل 3 لاعبين وهذا يؤكد أنه كثير من الشباب عندما يعطوا الفرصة حتى لو في مباراة ومباراتين ربما أيضا صحيح يقدموا أداء متميز ولو كانوا أيضا في الفريق الهلالي. أفضل 3 لاعبين تسديدا داخل الخشبات الثلاث تركي تواجد في المقدمة ب3 تسديدات جاديسون لاعب نادي القادسية وأيضا بنفس العدد لأدريان وأيضا نفس العدد لموسى مدخلي مهاجم الفريق الوحداوي. ويمكن هذه تركي يعني يتناصفوا في هذه الأرقام 3 لاعبين فيها تسديد على المرمى. ولما نحن نستعرض هذه الأسماء وهذه الأرقام لما يتساوون بالنقاط من خلال أرقام أوبتا ما يعني هي بالترتيب، هي فقط تساوي بالأرقام، هي وضعية جدول فقط لتوضيح المعلومة. خلينا برضو نشوف من الأرقام اللي موجودة معنا والمميزين اللاعبين المميزين اللي معنا اليوم وقدم مستويات مميزة في الجولة الأخيرة. أفضل 3 لاعبين في المراوغات الناجحة اللاعب المهاري
أدريانو لاعب الفيصلي بثمان مرات مراوغة ناجحة. نتحدث عن جهاد الحسين المميز واللي وقع عقد جديد مع التعاون حتى الموسم القادم. مهمة تركيا. صحيح. بست مراوغات ناجحة. عبد الوهاب جعفر لاعب فريق الشباب بأربع مراوغات ناجحة. شوف لاحظ أنه في من ضمن الأسماء اللي نستعرضها أغلب اللي الآن موجودين ومميزين جدا هم لاعيبة شباب طلعوا من الأولمبي والآن يشاركون مع الفريق الأول. لما أخذوا فرصتهم بدون أي ضغوطات في القسم الأخير من بطولة الدوري قدموا مستويات مختلفة تماما. حضرت أسماءهم في أوبتا. أوبتا عندها استراتيجية معينة وطريقة لاختيار اللاعب بطريقة يعني مو بشكل عشوائي، لا عندها أرقام، عندها طريقة كيف أنها تختار اللعيبة المميزين، كل واحد في خانته، كل واحد في مركزه. دقيقة تركيا اختيارات أوبتا، دقيقة جداً. صحيح جداً. طيب خلينا نشوف أيضاً أفضل ثلاث فرق استحواذاً على الكرة في دوري عبد اللطيف جميل، وبالتحديد في الجولة 26 الهلال كان في المرتبة الأولى، بعد ذلك فريق نادي الرائد ب 59 أيضاً، والنصر بعد ذلك بعد فريق نادي الرائد برضو. صحيح. تركي نفس الكلام أنه الهلال عندما يخرج من الضغوطات ربما يعطي أداء أفضل ويؤدي أداء أفضل بالتأكيد بالنسبة للاعبي الفريق. شوف هاني، الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، كل الفرق الكبيرة اللي دائما تنافس على تحقيق المنجزات وتحقيق بطولات الدوري وحتى تحقيق بطولات الكؤوس، مو غريب ان هي عمليه الاستحواذ عندها كبيره، لانه هم على مستوى بطوله كامله وعندهم اكثر من منافسه في اكثر من جبهه ينافسون فيها لتحقيق منجز لكل هذه الفرق. لكن لما انت تشوف فرق تقع في منطقه الظل او حتى تنافس على البقاء تختلف تماما ارقامها في نهايه كل اي بطوله. يعني الان الرائد يحضر في المركز الثاني بنسبه 59% في عمليه الاستحواذ. ليش؟ لانه حس بعمليه الخطر، لعب امام فريق نجران وهو يبحث عن المحاوله للبقاء في دوري الأضواء، دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. مستمرين بعرض كل هذه الأرقام، خلينا نشوف أفضل ثلاث فرق نجاحا في تمرير الكرة. الهلال ب 573، الأهلي ب 395، النصر ب 371. ربما تركي يعني النصر والأهلي في الأفضل. نعم. الممررين للكرات، وهذا يؤكد بأن النهائي كأس الملك سيكون على مستوى عالي حتى على مستوى الأداء الفني. طيب خلينا نشوف آخر شيء معنا اليوم من خلال التميز، أفضل ثلاث فرق تسديدا للكرة داخل الخشبات الثلاث. النصر بطبعا ثمان كرات، الوحدة بثمان كرات، الخليج بسبع كرات، وهذا ما كنت أتحدث عنه لو استثنينا احنا الفريق النصراوي وهو أحد الفرق الأبطال هذا الموسم. نتحدث عن فرق الوحدة والخليج، حضرت أرقامها بشكل مميز في آخر جولة في دوري مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. حضرت بثمان مرات بالنسبة للفريق الوحداوي وسبع مرات بالنسبة للفريق الخلجاوي من خلال أفضل ثلاث فرق تسديدا للكرات داخل الخشبات الثلاث. أرقام جدا متميزة في الجولة، ختام دوري عبد اللطيف جميل بتتويج الفريق النادي الأهلي بطل، أيضا بتواجد الفرق التي بقيت بالتأكيد تركي أن نجران وهجر ذهبت من دوري عبد اللطيف جميل. نتمنى لهم التوفيق في دوري الدرجة الأولى. فريق نادي الرائد في مواجهة صعبة ومهمة لتحديد بقاء وعدم مع فريق نادي الباطن، ويمكن أيضا هذه المباراة تعطي الدوري يعني رونق آخر وتعطي منافسة يعني بشكل جديد. صحيح. أيضا نؤكد لكل المشاهدين لـMBC برو سبورت وبرو سنتر تحديدا أنه إحنا عندنا خلال الأسابيع القادمة بإذن الله راح نستعرض أفضل اللاعبين. حناخذ كل لاعب وكل خانة وكل لاعب مميز قدم مستوى مميز، حتى بعض اللعيبة اللي غادروا بسبب الإصابات المزمنة وحتى إصابات الرباط الصليبي في فترات سابقة. مستمرين في برو سنتر والحديث عن الفريق البطل الفريق الأهلاوي بعد هذا الفاصل.